السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إلى ماتويدي يا ولد عنكم كبار خطيرة، وين الروميلو طويلة ويلعب عزف المنفرد حطيله كرة أمامنا هنا ناصر الشاذلي إلى معطور، كرة ركنية الصراع كبير لكن تتصلح، هدف سجلها مع منتخب بلاده ألدر دونالد، كان ممكن يسجل التقدم عازل في محاولة المرور جنب المشكلة جنب اتصالات في طريق المشوار والتأهل، وهذه واحدة أمامنا هنا التصرف الرائع من جانب جلو، ولكن كرة جلو تمر كرة خطورة حلوة أوي من جريزمان إلى ايضا جريزمان في هذه اللقطه التنفيذ القوي، وشفنا يعني الهدوء، وهذه فرصه فضول وكذا حارس مرمى تشيلسي، حارس مرمى منتخب يسجل، ولكن البراك اللاعب بابار اللي سجل في الادوار النوك اوت منذ اكثر من 68 الف روح الجول قدام راس فيلايني